أحرزت المملكة العربية السعودية ممثلة في عدد من الجهات الحكومية والخاصة جائزة وسبع شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمقام حاليا في جنيف، وذلك لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنيات المعلومات. المملكة العربية السعودية أيضا في هذا العام فازت بجائزة ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك أيضا حصلت على جوائز أو شهادات تميز وهي أيضا وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة أرامكو السعودية وجامعة الملك سعود وجامعة المجمع. كل هذه الجهات الحكومية والأكاديمية فازت بشهادات تميز، وهذه للعام التاسع على التوالي المملكة العربية السعودية تتحصل على شهادات تميز وكذلك جوائز تقدم في هذا المنتدى السنوي الذي يحضره كل الدول الحقيقة المشاركة في أو العضوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي أكثر من 193 دولة. هذا الحقيقة يجسد أن المملكة العربية السعودية دولة رائدة لها دور كبير في المجتمع الدولي، وكذلك أيضا إسهامها المتميز في كل المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة خاصة، لأنها لها حضور متميز ومشاركتها فاعلة في كل المنتديات وفرق العمل والمجموعات التخصصية في الأمور التقنية. حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة المنتدى العالمي لقمة المعلومات، كما نالت شركة أرامكو السعودية وجامعتي الملك سعود على شهادات تقديرية، وشملت المشاريع الفائزة في المنتدى عددا من المجالات الحيوية. المملكة بفضل الله من الدول المتميزة، ونعلم أنها حصلت قبل فترة قريبة على المركز الثالث في المؤشر العالمي للأمن السبراني من بين 175 دولة، فإنجاز الذي حصل اليوم يضاف إلى الإنجازات السابقة التي حصلت عليها المملكة على مدى السنوات السابقة منذ انطلاق القمة العالمية لمجتمع المعلومات والجوائزها قبل حوالي 10 سنوات، والمملكة من الدول التي تحصل على جوائز وشهادات تميز في هذه المناسبة. يذكر أن مشاريع المملكة التي نافست على مستوى العالم كانت حول الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني وغيرها. الدور القيادي والريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وسط منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجسد جليا في نيل المملكة العربية السعودية لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. طه يوسف حسن، الاتحاد الدولي للاتصالات، قناة الإخبارية، جنيف.